9 مليون جنيه. اعزائي مشاهدي منصه ابو كبير ميديا، معانا النهارده قصه كفاح عم هريدي عند العربيه اللي حضراتكم شايفينها دي عليها 9 مليون جنيه طبعا يعني وتقسيط وبيقسط فيها. هنتكلم معاه بقى ونشوف اقدم بائع ايس كريم في محافظه المنوفيه. بيقول الحان صراحه يعني. ازيك يا عم هريت؟ ازيك يا استاذ؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا استاذ. بتاعتي واحده باتنين؟ اه. طب اديها الاول، اديها انا واقفه معاك اهو. ازيك يا عم هريت؟ ازيك يا استاذ؟ عامل ايه؟ الحمد لله. بالنسبه قول لنا بقى الشغلانه دي كنت بتشتغلها مالك يا عم هريت؟ والله يا استاذ انا كنت متوظف، وبعدين اما طلعت معاش كنت متوظف في مصر، اما طلعت معاش ما طلعت معاش قلت بدل القعده اديني ايه بخبط هش باشا بديني بخبط ايه زي ما انتم شايفين كده بدل القعده. الناس كلهم بيقولوا ان هم عندنا هنا يا عم هريت. ما كل الشعب بيحبنا يا استاذه من الادب بتاعنا. اهم حاجه الادب. وايه اللغات اللي انت عارفها وايه الحاجات اللي انت عاملها في العربيه دي؟ العربيه على اقساط 9 مليون جنيه زائد مصاريف الشعب. دمك خفيف قوي يا عم هريت والله. ربنا يخليك. الناس كلها بتحبك. ربنا يخليك يا استاذ. وبشكر رجال التنبيض الكبير والصغير. وبشكر رجال الصغير. وبشكر رجال شبين الكوم الكبير والصغير بيحبنا. انت بقى بتبدا يومك ازاي يا عم هريت؟ والله يا استاذ انا ببدا ايه حوالي الساعه 11 كده. لحد ما ربنا بيسهل ساعات الساعه 10 بالليل، 9 بالليل، 8 بالليل، يعني تبع التسهيل. تبع التسهيل. جاهز الحاجه في البيت يا عم هريت؟ لا يا استاذ احنا بنشتري جاهز. بتشتري حاجات جاهزه وبتعمل حاجات في البيت؟ لا على ما بفطر بشرب الشاي بتكي العربيه كلها معديه بتقول هريت هريت. ما كلهم يا عم هريت. ما كل الشعب بيحبنا يا استاذ. اه واحنا كمان والله بنحب الايس كريم كامل يا عم هريت. هكمل اهو يا استاذ. وسعيده سعيده للمسيحيين عشان بيحبونا رخرين، سعيده لرجاله المسيحيين كلهم بيحبونا رخرين يا استاذ عشان ما نزعلهمش يعني. سعيده لرجاله المسيحيين يعني سعيده سعيده لجميع الشعب. انت بتقف فين بالظبط يا عم هريت؟ والله يا استاذه ماليش مكان، انا بلف الشارع ده الشارع ده الشارع ده الشارع ده يعني تبع التسهيل يعني. الناس كلها بتقول عم هريت يا عم هريت. اي ما هو ما ده الكريم بتاعك بيكون بجنيه بس؟ بجنيه بجنيه ونص يعني واحد ما معهوش براضيه، واحده ما معهاش براضيه. يعني ده ببلاش ماشي بفلوس ماشي. ببلاش ماشي بفلوس ماشي بالراضي كله. زي ما حضراتكم شايفين اعزائي المشاهدين عم هريدي هنا قصه كفاح جميله جدا، كل الناس هنا بتحبه صراحه وكل الناس بتقف تاخد منه الايس كريم. عم هريدي بيقول ان كمان مش عايز يزعل حد، يعني بيبيع الايس كريم بجنيه لحد 5 جنيه لحد اي حد معاه اي فلوس بياخد بيها ايس كريم من عند عم هريدي. طبعا زي ما حضراتكم شايفين عربيه عم هريدي حاجه جميله جدا، عربيه عليها 9 مليون جنيه. على اقساط 9 مليون جنيه زائد مصاريف الشحن. كمان مصاريف الشحن يا عم هريدي. عم هريدي بجد يعني دمه خفيف جدا وحاجه يعني ربنا يا رب يبارك في صحته. ورينا بقى الايس كريم يا عم هريدي. ايوه استاذ. انا عندي 63 سنه. لا انت حتوت ما يجيش جنبه كمان. انا عندي يعني انت بتتعامل معاه بقالك قد ايه؟ الشباب مش وانا بروح وان وانت صغير كنت بتيجي مع والدتك هنا تاكل ايس كريم؟ اه وبتيجي عند المدرسه كمان. ماشي ربنا يوفقك يا رب.
انت بتقول كمان بتتكلم لغات يا عم غريب. بني سيره لرجال للناس اللي بني سيره يعني ايه بدل مساء الخير يعني. و حاضر 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 هنجيبه. و بيانو يعني ايه بيانو يعني ايه بدل اي لابيو. بيانو دي بالايطالي ميانو 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 بالايطالي يعني ايه بدل اي لابيو يعني جميع الناس بتحبني. ميانو دي اسمها ميانو بالايطالي يا استاذ. ربنا يخليك يا استاذ. انت بتتعامل معاه بقالك قد ايه؟ انا من وانا عندي 3 سنين وانا عايش مع جدتي. كنت بطلع اجيب الايس كريم اديله الشيلن يدينا الايس كريم حاجه فخوره ومن انضف واحسن ايس كريم في الدنيا بحالها. وانت بتعود تاخد منه على طول؟ جدا. عم هريدي كان من زمان ناخد له رغيف العيش يدينا الايس كريم. حط الايس كريم على العيش. ناخد له كوز ذره ندهوله الا مؤاخذه يحطه للبتاع الحمار اللي معاه يدينا ايس كريم. وعمره ما زعل حد ولا عمره قال لحد لا. لو رحت قلت له معيش فلوس بيديك. لو قلت لعمي هريدي ما معيش فلوس يقول لك خد. ما بياكل الدنيا كلها وبيرضي الدنيا كلها. عم هريدي من افخم الناس ومن احسن الناس ومن الناس اللي عندها ضمير جدا جدا جدا. وكان يجي عند جدي الحاج زناتي سيف في تنبيضي يدينا ايس كريم. زي ما حضراتكم شفتوا الناس كلها بتشكر في عم هريدي. حاجه جميله جدا طبعا ان الناس كلها ما شاء الله تحبك يا عم هريدي بجد. قصة كفاح جميلة يا عم هريدي. احنا زي ما الناس بتحبنا احنا بنحبهم يا استاذ. ربنا يديم المعروف احسن من كل حاجة. طب بالنسبة بقى للعربية اللي عليها قصتي يا عم هريدي هتتساهم ان شاء الله. ايه التسهيل على الله يا استاذ. ما انا جايب. انت قلت كمان ان انت عندك تكنولوجيا هنا في العربية. لا دي اجهزة حديث. اجهزة حديث؟ دي اجهزة حديث. اقل جهاز من ده ب 99,000 جنيه. اقل جهاز من دول ب 99,000 جنيه. ب 99,000 جنيه زائد مصاريف الشحن. كمان؟ عربية عم هريدي مجهزة بأجهزة يا جماعة حديثة، أقل جهاز فيهم ب 99,000 جنيه زائد مصاريف الشحن. كمان؟ قول لنا بقى إيه نوع الأجهزة ده اللي إيه ده؟ ده بقى اسمه السويتش. السويتش نتصل على جميع أنحاء الدول. اللي خلاها ربنا. واللي تحته؟ وده بقى ده الخط الساخن. ده الخط الساخن شاريينه من سينما فلس. ب 99,000 جنيه زائد مصاريف الشحن. برضه هي مصاريف الشحن دي اهم حاجه. واللي تحته؟ ما اللي تحته بقى ده تبع الخط الساخن بيتصل بقى على جميع الاجهزه، الجهاز الحديث ده. ربنا يقويك يا عم هريدي. عربيه ما شاء الله جميله جدا زي ما حضراتكم شايفين اعزائي المشاهدين. عم هريدي قصه كفاح اكتر من 40 سنه يبيع الايس كريم، كل الناس هنا بتحبه، الناس كانت بتاخد منه ايس كريم من ساعه ما كان بيشتغل. طب قول لنا بقى يا عم هريدي ايه اللي بيختلف زمان عن دلوقتي في الايس كريم؟ ما هو يا استاذه كل حاجه في الطالع مش في الناس. ما ايام يعني كان بشيلن بقى الايس كريم؟ كان بشيلن. السكر اترفع 14 جنيه الكيلو، المانجا 25 جنيه الكيلو يعني، واللبن 13 جنيه الكيلو. كل حاجه في الطالع مش في الناس. حاضر يا استاذ. يا عم هريدي احنا واقفين معاك اهو. احنا هنا برضو بنتابع مع عم هريدي ما شاء الله يعني دمه خفيف جدا زي ما حضراتكم شايفين. عنده اجهزه في العربيه، اجهزه استقبال، اجهزه استغاثه، اجهزه خط ساخن. حاجه جميله جدا. انا مش راجل يعني بجد وشه بشوش جدا زي ما حضراتكم شايفين. انا كل ما بفتكر جيبك بقرا له الفاتحه الله يرحمه. يعني الله يرحمه. رجعنا تاني بقى لعم هريدي. ازيك يا عم هريدي؟ ازيك يا استاذ؟ نورك. وبشكر رجال التنبيض الكبير والصغير، وبشكر رجال كفر التنبيضي. اللهم صل على النبي. كان معايا 6 2 ماتوا ومعايا 4. اتجوزوا يا عم هريدي؟ كله متجوز، متجوز كله. الحمد لله. معايا محمد بقى كهرباء عربيات له شهرة عالمية زي هريدي كده. يعني مشهور زي هريدي. زي هريدي اللي هو انت حضرتك. ايوه. بس انت اسمك جمال اصلا، ايه بقى كلمة هريدي؟ ما هو اسم الشهرة بقى، انا اسمي ابراهيم. ابراهيم. ابراهيم؟ ابراهيم
لا هو انا اسمي ابراهيم سعد محمد. عريتي دي جت منين؟ هم بقى ايه يعني سميت نفسي هريتي. انت اللي سميت نفسك؟ اه. يعني انت طلعت لقيت اسمك مثلا مش عارف كنت سميت؟ لا لا والله جميع الشعب بيحبني يا استاذ. بيحبك على هريتي؟ ايوه. كله ما اعرفش ابراهيم بقى ما اعرفش الا هريتي. اه. ميانو لجميع الناس كلها، لجميع الناس اللي بتحبنا، ميانو لجميع الناس كلها، واي لاف يو لجميع الناس اللي بتحبنا كلها، و وسعيده سعيده لجميع المسيحيين ما هم بيحبونا رخلون برضه يا استاذ. ربنا يقويك يا عم. سعيده لجميع المسيحيين اللي بيحبونا. انا سعيده علينا كلنا يا عم هريدي، وبجد انت وشك بشوف فيها يعني خلي الناس بجد كلها تيجي تاخد. لا ربنا يخليك. واحده ما معاش براضيه، واحد ما معوش براضيه، يعني يعني ما لا 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 اقول لي ده لا ولا ده لا. براضي كله يعني. خاصه الاجهزه اللي عندك هو يا عم مريم حديثه. تاني بنشوف الاجهزه الحديثه. اجهزه حد اجهزه حد الجهاز ده ب 99,000 جنيه زائد مصاريف الشحن، وده الخط الساخن بيجيب جميع انحاء الدول، ايطاليا فرنسا جميع انحاء الدول، عشان تبقى قاعد كده على درايه بقى بكل حاجه. ايوه ربنا يوفقك يا عم. ربنا يخليك يا استاذ. زي ما حضراتكم شفتوا اعزائي المشاهدين، احنا كنا مع عم هريدي، كنا مع عم هريد النهارده، قصه كفاح جميله جدا، اكتر من 40 سنه في الايس كريم، من ايام ما كان الايس كريم بشيلن وبكوز ذره. بجد يعني قصه كفاح جميله، وكمان دمه خفيف جدا زي ما حضراتكم شفتوا.